مرحبا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا مناح. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. حبيت بهذا الفيديو إني أقلد مكياج نورس ستار. أنا كتير بحب نورس وكتير بحب مكياجها، وأصلاً تعلمت كل التكنيك تاع المكياج والمكياج منها، فحبيت إني أعمل مثل المكياج اللي هي عامليته هلا. هذا هو، كتير عجبني، كتير كان حلو، فتابعوني للآخر وشوفوا أنا كيف قلدت نورس. هلا رح أبلش بالمكياج اللي هي عامليته. هلا أنا فتحت هون على صفحتها. أول شي حطت زي بيس بالكونسيلر، أنا حطيت. بعدين بتحط على الطرف هاي الجهة من هون ومن هون لون أصفر، فأنا راح أستخدم من هاي البلت هذا اللون، لونه أصفر. راح أحط بهاي الجهة وعلى الجهة الثانية، هلا بعدين هي حطت اي شادو لونه بني، دمجته من طرف العين لجوا. رح استخدم هذا اللون. نفس الاشي شوفوا. هلا هي حطت قالت بزبط انه كونسيلر فاتح، فرح استخدم كونسيلر فاتح واحط بمقدمة العين. هاي من ماك، درجة افتح من درجتي، فرح احط هلا بس مقدمة العين. وابلش اني اوزعها على كل العين. زي كأنه بنعمل مثلث بأول العين مثل ما انتو شايفين. هيك صار، شايفين انه في زي اشي قسم العين من هون وهون، ونفس الاشي بالعين الثانية. مثل ما انتو شايفين هيك بالعينتين صار في هذا الاشي اللي هو الكونسيلر الابيض وقسم العين. اوكي هلا وقت الايلاينر. فانا عندي هذا القلم، هو قلم يعني كحول وايلاينر لونه بني، فرح استخدم الفرشاي هاي نفس اللي استخدمتها نورس. احط شوي يعني من هون وابلش اني ارسم فيها. هلا بقدر رأسا اني استخدم القلم بزبط، بس انا رح استخدم الفرشاي حتى اتحكم بالرسم اكثر. فهلا رح اعتمد، انتبهوا اني انا بعمل خط خط مثل هيك، وبعدين ببلش ادخله لجوا بس للنص مثل ما هي حكت. مثل هيك بالضبط زي ما هي حكت. اوكي هلا هي استخدمت اي شادو لونه بني، وحكت انه منعلم على الايلاينر اللي احنا عملناه، لانه بتعرفوا الايلاينر هذا كريمي، فاحنا بدنا نثبته باي شادو، فراح اثبته هلا بلون بني. طبعا انا استخدمت نفس الفرشاي. وهيك بيكون شكل الايلاينر لما ادمجه.
تشوفوا قد ايه حلو. هلا هي جابت لون زهري وحطته بمقدمة العين محل ما حطينا احنا الكونسيلر الفاتح، فراح احط هون هيك. شوفوا هيك صار شكل ايلاينر. هلا راح احط مسكارا وبعديها راح احط رموش، بحطهم برجع لكم. شوفوا الجمال بعد ما حطيت رموش وحطيت الفاونديشن. هلا بدي اعمل التكنيك اللي هي عملته بالبلاشر، ان هي جابت بلاشر كريمي وحطت كتير قريب من العين. حبيت طريقتها لانه حسيت اختلف كتير او فرق عن الاشياء اللي احنا بنعمل، فخلينا نجربها مع بعض. شوفوا بعد ما حطيته ودمجته شوفوا كيف اللون. طبعا لسه بدي احط كونسيلر فرح يكون اخف، بس شوفوا قديه حلو. انا حطيته زي ما هي عملته، حطيته لجوه العين هيك، انا عجبني. خلينا نكمل. شوفوا بعد ما حطيت على الجهتين هلا راح احط كونسيلر، فراح احطه باول هون اول العين هون زي اي كونسيلر بنحطه، وكمان على الطرف. زي ما حكيت هون وهون هون وهون. وهيك بعد ما حطيت الكونسيلر ودمجته شوفوا قديه اعطى يعني التكنيك كان حلو، كتير عجبني بصراحة وراح اعتمده يعني دائما بالمكياج. راح احط بودرة تثبيت على كل البشرة. بعديها راح احط كمان بلاشر نفس اللي انا دائما بستخدمه لون وردي. هلا بحط الكريم الوردي نفسه، راح اسوي بيه تاثير السبوت لايت جوا البؤبؤ. حطت لون بني بقلب عينها، فراح احط لون بني بقلب العين. ونفس الاشي هون. حكيت شغلة كتير مهمة، انه بنعمل عينينا هيك فهون بكون زي نفخة للعين، فهي اللي رح نرسم عليها اللي هو اللون الانتقالي البني. رح احط هون وبحط هون. اذا انتبهتوا انا ما حطيت اشي بالنص زي ما هي عملت، بس راح احط بمقدمة العين وعلى طرف العين. اول العين اخر العين. هلا بحط اللون الكريمي اللي احنا حطيناه، راح احطه بنص العين هاي. هلا اللون هذا الابيض راح احطه هون. بنص العين ونفس الاشي هون. هيك صار مكياج العين. هلا رح ابلش اني احط حمرة وهيك بكون خلص المكياج. وهيك بكون لبست فستان وهيك اللوك صار كتير حلو. على فكرة أنا قلدت نورس كمان باللون، فعندي هذا الفستان فحبيت إني ألبسه، كتير عجبني اللون الزهري وكتير بلبق على المكياج، فكتير حبيت. أنتوا شو رأيكم؟ أعطوني رأيكم.